السلام عليكم. فيديو جديد اليوم مع شركة لينوفو LP40. كما تلاحظوا هذه العلبة ديالها فاش كتجي لينوفو، تما اللي فيش التكنيك ديالها هنا باش كتعرف اللون ديالها انه لون ابيض. فهاد السمية دي بالصين مكتوبة بالصينية. المهم هذا جميع المواصفات اللي فيش التكنيك ديالها. شحال كما كتلاحظوا معايا هادي كيت 35 ميجا اوبير، العلبة فيها 230. المهم نفتحوها ونستكشفو مما كتقدمو شركة لينوفو LP40. كنا فتحناها. المهم نعاودو نديرو ليها الريفيو ونشوفو شنو كيجي معاها كيما العادة، ونشوفو تا الخدمة ديالها كي دايرة. كيبل تشيب سي، هذا اللون الابيض كيما قلتلكم باش كتعرفو ان اللون الابيض بهاد العلامة هادي، يعني الكلمة هادي بالصينية، يعني كتعرف انها اللون الابيض. كتيب كيجي معاها كتيب، فيش تكنيك طريقة الاستعمال ديالها، كتب الصينية و النونجلي. المهم نحاول نختموها ونشوفو خدمتها كي دايره، يعني باش مزيانه. اونبالاج كتجي بكارطون تاع مزيانه، اونبالاج عندها زوين كما كتلاحظوا. الحجم ديالها صغير بزاف، كتلاحظوا انها مكتوبه عندها تل داخل فيش تكنيك الداخل شحال فيها. هذا هو المنفذ ديال هاد التيبسي كما كتلاحظوا العلامة التجارية ديالها لينوفو. شوفو خليكم معايا باش نختموها شوفو الصوت ديالها كي داير. نحاولو نفتحوها ونشوفو السماعة كما كتلاحظوا بصمة مايك عندنا. السماعة كتجي بخمسة وتلاتين ميجا أوبير، يعني كتشد ربعة السوايع في الشارج، يعني خدمة ديالها زويونة. أما بالنسبة للعلماء عندها منفذ تشيب سي وكتجيب 230 ميجا ميلي أوبير، يعني عندها الخدمة ديال 24 ساعة 22 ساعة وهي كتشارجي. بالنسبة للسماعة اللي كيعجبوني أنها خفيفة، العلبة شوية ثقيلة ولكن الحجم ديالها صغير، يعني انك ديرها في الجيب ديالك ما تبرزطك ما والو. المهم نحاولو نخدمو ونشوفو طريقة الشغل ديالها من ناحية الصوت ولا من ناحية المايك، ونخليكم معايا ونشوفو الصوت ديالها كي داير. كيما لاحظتو هاهما طلعو، انا نختموهم ونشوفو الصوت ديالهم كي داير. جوج خدامين. بالنسبة للموسيقى انتما كما كتلاحظوا انا خدامين بجوج، نقصو شوية. اما من ناحية البصمة كما كتلاحظوا معايا هاي كتحب اني كتكون كدوس هي التحكم فيها، هاي كتدوز ثلاث نقرات كتدوز الاغاني. نقرة واحدة انها كتحبس وكتشتغل كما لاحظتوا، كما لاحظتوا انا كتشغل كتحكم حتى بدون انك تجبد التليفون من الجيب ديالك، كتحكم في البصمه. من هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو ديالنا، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تكتبوا لي في التعليقات على اي منتج بغيتو نحاول نجيبوه ونديروا ليه فيديو المراجعه ديالو. من هنا نتمنى نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.